بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان مرة أخرى لكم التحية، وهنا نتائم معكم هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط التاسع على التوالي ضمن مشاركة شعارات هجنة أصحاب السمو شيوخنا اليوم، وأشواط من الأشواط بالفعل اليوم يوم الكبار والأشواط الجميلة والشعارات التي تزين هذه البكار. مقدمة والمركز الأول مباشرة الوارية من هجن الرياسة يقودها أحمد بن مايد الخيلي في المركز الأول، النقل في المركز الثاني، هناك الدخول في المركز الثاني من قبل شواهين من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير، النقل القادم والدخول من قبل هناك النواعس التي وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا من هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري من يتقدم مع هذا الشعار الأحمر، بينما الدور دور المركز الرابع التي وصلت واحتلت المركز الرابع الآن الشاهينية هي الأخرى من هجن الرياسة يقودها هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، النقلة القادمة وهناك ننتقل معكم مع مكيدة التي وصلت أيضا من هجن الرياسة يقودها أيضا علي بن جميل الوهيبي بعملية التضمير. مشاهدينا في كل مكان وصلت الآن حظيرة، وصلت في هذه اللحظات مملوكة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد بن خليفة النهيان عيسى بن سعيد الخيلي بن سلطان في عملية التضمير والأداء الجميل، النقل القادمة والدخول في المركز الآن السابع ووصل لنا هنا عند الشاهينية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري التي وصلت واحتلت المركز الثامن، النقل القادمة والمركز التاسع التاسع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير، والنقل في المركز العاشر، والشاهينية أيضا وصلت من هجن الرياسة يقودها المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري. هذه النتيجة للنداء الأول في هذا الشوط مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا في كل مكان نعود مرة أخرى إلى شواهين، شواهين التي قادت هذا الشوط قيادة جميلة بشعار أيضا خطير وجميل وأحمر كما نتابع شعار مؤسسة هجن الرياسة، بينما علي بن يميل الظافر الذي أيضا يقود هذه أيضا الشواهين كما ذكرنا في عملية التضمير بجواره تماما مشاهدينا نفس الشعار، أداء جميل يقدم في هذا الشعار الأحمر خطر، شعار الجماهير، الشعار الذي يترقبه جماهير كبيرة ما شاء الله في الخليج. هنا نتابع المركز الثاني الوارية وصلت من هجن الرياسة الفيلسوف أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير، أداء جميل مع هذين الاثنين انفرد انفراد تام في مقدمة الشوط، النقل المركز الثالث، الدخول هنا من قبل شواهين الشاهينية من هجن الرياسة يقودها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون، بينما المركز الرابع والوصول من قبل النواعس أيضا من هجن الرياسة يقودها أبو سعيد صالح بن سعيد بالعرج المري، هنا الدور دور المركز الخامس والخامسة التي وصلت الآن مكيدة من هجن الرياسة وعلي بن يميل الظافر في عملية التضمير مع هذا الشعار الأحمر الخطر الجميل، هنا الشاهينية أيضا وصلت المركز السابع من أيضا هجن الرياسة مع المجازف بن زيتون، وهنا أيضا وصول هنا أيضا التي وصلت واحتلت المركز السابع حظيرة وحظيرة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان مع عيسى بن سعيد الخيلي، والنقلة الأخرى القادمة مشاهدينا مع هنا وصول العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي، النقلة في المركز التاسع
التاسعة التي وصلت الشاهينية الأخرى من هجن الرياسة مع المستحيل راشد بالسم، وهنا وصول آخر وتدخل مشاهدي الأعزاء مع الجذابة من هجن الرياسة يقودها الخبير عوض بن مبارك المهيري. هذا النداء الثاني على التوالي مشاهدينا في كل مكان، لنا عودة إلى المقدمة ولنا عودة مع شواهين التي مسيطرة وبدأت تجر الشوط من البداية وتسيطر على صدارة الشوط من هجن الرياسة، وهنا كما ذكرنا يقدمها أحد المضامرين علي بن ميل الوهيبي الظافر في الصدارة في المقدمة في الأداء الجميل. الكيل الأخير مشاهدينا في كل مكان، نحن ما زلنا على الهواء مباشرة عبر قناة سياسة الرياضية والمركز الثاني التي وصلت الوارية. الواريه الاخرى من هجن الرياسه يقودها الفيلسوف احمد مايد الخيالي، تتقدم في المركز الثاني، ناخذ مع الهواري يا ابو طلعه الثالثه والرابعه، اتم بقوه من المناطق الخلفيه، ما شاء الله مع الشعار الاحمر الخطر اللي يمر ويعبر في اي وقت واي حين. وصلت الشاهينيه من هجن الرياسه مع المجازف، ووصلت الشاهينيه الاخرى بنفس الشعار ونفس المضمر، ولكن الصداره مع شواهين التي تقود الشوط من البداية مسيطرة مع هجن الرياسة، ومع هناك الظافر الشاهينية وصلت مع هجن الرياسة مع المجازف. الله على الشوط، الله على أداء بدن انطلقا، الشعار شعار الجماهير، شعار الذي يترقبه الجميع، ما شاء الله الشاهينية تجاوزت الشاهينية من الجانب الآخر مع هجن الرياسة مع المجازف بن زيتون السوبر هاتريك. الله شوف الشوط، شوف شواهي الشاهينية، تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة، هذه المؤسسة الكبيرة التي تدعم سباقات الهجن بشتى أنواعها، تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة وشكرا المجازف بن زيتون على الأداء الجميل. المركز الثاني في الفوتو فينش أيضا نفس الشعار شواهين من هجن الرياسة مع الظافر، والشاهينية ثالثا مع المجازف، والمركز الرابع وصلت المركز الرابع العين ومكيدة مشاهدي الأعزاء لسمو الشيخ ذياب بن حمد بن زايد الهيان، مكيدة أيضا من هجن الرياسة مشاهدينا، والمركز الخامس مشاهدينا هي المركز الخامس. تهانينا لجميع الفائزين، عودة إلى الهواري 7:59.3 من الثانية مع السوبر هاتريك لهذا المضمر مع هذا الشعار هجن الرياسة، شكرا المجازف بن زيتون على المركز الأول. المركز الثاني أيضا أداء جميل مع شواهين 7:59.6 من الثانية، شكرا الظافر بن جميل. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا في كل مكان التي وصلت أيضا، هناك كانت الشاهينية من هجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون 8:00 وثانية واحدة 7:00 من الثانية، والناموس لكل الفائزين.